جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هذه الكتب التي صدرت عما يسمى بالزواج السعيد أو الزواج الإسلامي وما أشبه ذلك، هل لكم اطلاع عليها؟ هل تنصحون بالقراءة فيها؟ ما هو توجيهكم نحوها؟ جزاكم الله خيرا. والله لا أعرف شيئا منها ولا مطلع على شيء منها، ولكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه المختصرات وشروحها كفاية والحمد لله.